بعد 9 أيام من عروض الأفلام لأكثر من 15 دولة أوروبية، وصل مهرجان الفيلم الأوروبي لختام فعالياته. انطلقت الدورة 23 من مهرجان الفيلم الأوروبي تحت رعاية سمو الأميرة ريم الأسبوع الماضي، وشارك 15 فيلم من 15 دولة أوروبية مختلفة. اختتم المهرجان ب 26/9 بورشة عمل لصناعة أفلام حقوق الإنسان، وتم عرض فيلمين قصيرين من الأردن عن حقوق الإنسان. الفيلم الأول بعنوان 319 من إخراج ثريا حمدة ومحمد حشكي، والفيلم الثاني من إخراج عبير دجاني بعنوان أنونيمس. هو الحق the right for privacy، يعني إذا هذا أنونيمس ما دخل وخرب وسرق، أوكي ما بتكون حياتهم هيك. فأنا عندي الحق ب privacy، شو بقولوا لها؟ خصوصية. عندي الحق بالخصوصية، ما بحب حدا يتعدى على خصوصيتي، ما بحب حدا يتعدى على السبيس تبعي، أوكي بالغصب ولا بالرضا. يعني أكيد كل واحد عنده خصوصيته، حوالين هذا الرايت. الورشوب كانت مع الهيئة الملكية للأفلام، كانوا عاملين ورشة عمل لكتابة السيناريو. أي حدا عنده فكرة ليكتب سيناريو بيشتغل مع كاتب أوريدي، بيقعد بيشتغل معه ستابس كلها ليكتب سيناريو ويصلحه ويزبطه. يعني أخذت هيدي شهرين المرحلة. بيو للولد هو معتقل وتعذب بالسجن ورجع محمل وعم بيموت. فال violation of the human rights هي بأنه سجنوه وتعذب he was imprisoned وتعذب بالسجن. يعني سبب مشاركتي بالبداية، أنا من الناس اللي بيأمنوا إنه لازم يكون في هذا التواصل بيننا كفنانين أردنيين وبين الشباب اللي عم ببلشوا حياتهم المهنية. هلأ لازم نتعرف على بعض، نقدر نتواصل بطريقة، نقدر نشتغل على مشاريع تشبهنا وبتشبههم. بكرة رح أعمل لك مجدرة، أنت بتحبها صح؟ خلص خلص. ليت كل أكلك. هي القصة القضية إنه أنت عندك طفل قدامك عم بيعاني من 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 إحساس نفسي كتير صعب، من ظرف كمان اجتماعي صعب إنه أبوه مش موجود حواليه، من نظرة الولاد الصف له إنه هذا أبوك مو موجود بالسجن. ليه؟ لأنه حرامي، ما عندهم فكرة المناضل، فكرة الرجل اللي ممكن يدافع عن أرضه، ممكن يدافع عن وطنه. فكانت بالنسبة له رفضه من إنه يشوف أبوه، لأنه خايف يصدم بحقيقة، خايف إنه هذا، يعني خايف يتأكد إنه ما رح يرجع يشوف أبوه مرة تانية، خايف إنه أبوه يموت، خايف إنه يكون أبوه مثلاً عم بيقاتل عشان إشي مش حقيقي، مش رح يقدر يحقق إشي فيه. فهي الأم كانت دائماً هي اللي عم تحاول تدفشه، لأنه أنت بغض النظر إيش ما يكون هذا أبوك ولازم تروحي تشوفه.